فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. بدون مقدمات، عندي مواضيع مهمة جدا. خلوني أرحب بالأمين العام لحزب الحق الوطني الدكتور أحمد المساري. دكتور أحمد، مرحبا بك وحياك الله. حياكم الله ومرحبا بكم ومشاهديكم. حياك الله دكتور أحمد. خلي أبدي وياك من قبل حزب الحق الوطني. أنت في فترة ما كنت يعني ولا زلت تعتبر من الصقور، يعني مو من تحالف الصقور، لا، من صقور أهل السنة المدافعين، والذي يخرج بالإعلام دائما ولديه صوت عال جدا يدافع به عن أهله. من تخابرنا أنا وياك مبارحة، قلت لي أنا أتأخر بأبو غريب وأرجع متأخر، فياريت شوي نأخر اللقاء. ناوي تنزل انتخابات على أبو غريب لو وين تحديدا؟ تفضل. الحقيقة أنا إن شاء الله عندما يعني انقسمت بغداد إلى 17 دائرة انتخابية، اختاريت أن أدخل على المنطقة رقم 13 اللي هي قضاء أبو غريب، البكرية، الغزالية، حي العدل. هذه هي المنطقة الانتخابية اللي إن شاء الله سأدخل فيها الانتخابات القادمة. نعم، جميل. تعتقد أن هذه المناطق سيكون فيها بصراحة منافسة قوية جداً، وهذه المنافسة راح تخلو من التزوير؟ هل هي منافسة برأيك ستكون نزيهة فعليا؟ تفضل. حقيقة هذه المرة نحن نعول على قانون الانتخابات التي يعني الذي صوت عليه قبل فترة. هذه المرة القانون يختلف عن المرات السابقة، ونعتقد بأنه نسبة التزوير ونسبة التلاعب في العملية الانتخابية ستكون أقل بكثير من السابق، من المرات السابقة للعمليات الانتخابية، ولسبب أنه أولا الدائرة الانتخابية ستكون صغيرة إذا ما يعني قيست إلى بغداد بأجمعها، كانت دائرة انتخابية، والناس راح يكون تمثيلهم أدق، الناس يعرفون مرشحيهم في هذه المنطقة، وهي منطقة صغيرة وليست بالكبيرة، فراح يكون الاختيار أدق للشخص الذي سيمثل هذه المنطقة. وأيضا هذه المرة الترشيح ترشيح فردي، إذ لا يكون دور لرئيس القائمة وأصواته ولا لأصوات القائمة أن تعطى للمرشحين ويفوزوا بها. المرشح سيفوز بأصواته التي سيحصل عليها من أهله في هذه المنطقة الانتخابية. نعم. وهذا هو أيضا أنا أعتبره عامل إيجابي هذه المرة. نعم. في الانتخابات هذه. نعم. وأيضا استخدام البطاقة البايومترية نعول عليها، وخاصة دكتور قبل البطاقة البايومترية راح أرجع لك عليها، هذه بيها قصة كبيرة، لكن ألا تعتقدون أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة هو الأفضل، أو أن بغداد دائرة انتخابية واحدة هو الأفضل عندما كانت في السابق؟ لا، بالعكس، احنا كنا يعني ذاهبين الى الخيار الاكثر في التوزيع من هذا. كنا يعني اذا تسأل عن مطلبنا الحقيقي، كنا ذاهبين ان يوزع العراق الى دوائر انتخابية على اساس المقعد الواحد، ولكن بما انه الامور لا يمكن ان تذهب الى هذا الخيار لوجستيا وفنيا، المفوضية يعني اعتذرت من أن تستطيع في هذه المرحلة أن تذهب إلى هذا الخيار، رضينا بأن تقسم إلى دوائر متوسطة. هذه تعتبر دوائر متوسطة بحيث أنه مستوى قضاء وشوية مع القضاء إضافة. فاليوم الدائرة الانتخابية التي يعني سأخوض الانتخابات فيها فيها قضاء كامل اللي هو قضاء أبو غريب، ومناطق أخرى يعني تابعة لها مثلا البكرية والغزالية وحي العدل، وهذه تعتبر دوائر متوسطة. بهذه الطريقة قسمت بغداد إلى 17 دائرة انتخابية، وطبعا اعتمد معيار الكوتا النسائية في تقسيم الدوائر الانتخابية. أنا أعتقد هذا الخيار مقبول، لكن مو هو مستوى الطموح كان لدينا. نحن نريد أن يكون هنالك تمثيل حقيقي لكل مقعد
من مقاعد البرلمان تقسم عليه الدوائر على هذا الأساس، ولكن في هذه المرحلة لا يمكن الذهاب إلى هذا الخيار. جميل. الآن أنتم كحزب الحق راضون عن تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا الشكل، ولا تعتقد أن هناك بعض المحافظات السنية تعرضت لمظلومية كبيرة جراء هذا التقسيم؟ هناك مؤامرات مررت من خلال هذا التقسيم؟ تفضل. بالنسبة لبغداد، باعتباري أنا ابن بغداد، هذه الدوائر مرضي عنها إلى مستوى معين، هي أفضل بكثير من السابق، ولكن أرجع أقول لك هي مو مستوى الطموح، لكن خلاص تعتبر بالنسبة لنا مقبولة. أما بقية المحافظات فأنا يعني قسمت المحافظات على أساس ليس على أساس جغرافي، وإنما على أساس بعض القوى المتنفذة ما تخدم مصلحتها، وهذه معلوماتي عن تقسيم بقية المحافظات. ولكن ومع هذا فأيضا أنا أعتبره مقبول في هذه المرحلة، لأنه الذهاب إلى المحافظة دائرة انتخابية واحدة هذا أمر صعب اليوم، فتقسيم بهذه الطريقة هو مقبول اليوم بالنسبة لنا في هذه المرحلة. نعم. طيب خلي أعود لك لموضوع البطاقة البايومترية. البعض يعتقد أن موضوع البطاقة البايومترية لم يعتمد لحد هذه اللحظة، احنا باقين على البطاقة الإلكترونية، وذيك البطاقة بها تقريبا هناك قوة سياسية عندها 3 مليون بطاقة، وممكن أنه هذه الانتخابات تزور أيضا إذا بقي الحال على ما هو عليه. لذلك أني بودي أن أستثمر فرصة استخدام منبركم منبر قناة سامراء أن أحث المواطنين على التحديث وبقوة وبكثافة لاستحصال البطاقة البايومترية، حتى لا نبقي مجال لاستخدام البطاقة الإلكترونية السابقة، لأنه تلك البطاقة القديمة وأقصد بها الإلكترونية السابقة اللي بدون صورة تفسح المجال أمام التزوير. وأنا لا أخفيك وأتفق معك في أن بعض القوى السياسية التي تعتمد مبدأ التزوير في الحصول على المكاسب قد جمعت أعداد كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من البطاقات السابقة وعاد وضعها للتزوير. لذلك حتى يقطع الشعب العراقي الطريق على المزورين لابد أن تصعد نسبة التزوير إلى 70-80، ونطمح إلى 90%. فعندما يكون نسبة التحديث العفو نسبة التحديث إلى 90% باستخدام البطاقة البايومترية، فمعناه بأنه ما يتبقى للبطاقة السابقة هو 10% روح 20% ما يخالف، سيكون النسبة قليلة جدا ولن تسعف المزورين في أن يحققوا أهدافهم في هذه القضية. لذلك أنا اليوم في منطقتي خاصة والمناطق الأخرى أحث الناس على التحديث وعلى استحصال البطاقة البايومترية، وأقول لهم ترى يا أخواني يا أهلي يا جمهوري ترى لمصلحتكم، كل مرة في الانتخابات السابقة يعني أصواتكم تزور وتمثيلكم مع الأسف يصادر، رأيكم يصادر باستخدام البطاقة السابقة من خلال عملية التزوير، حتى تقطعون الطريق على المزورين ولا تصادر أصواتكم ولا تصادر تمثيلكم من قبل الفاسدين والمزورين، عليكم بالتحديث وعليكم باستحصال البطاقة البايومترية لكي نضمن نزاهة ونظافة الانتخابات القادمة إن شاء الله. نعم. طيب دكتور، لازم احنا نحتاج اليوم الى وعي المواطن، اكو ازمة ثقة بين المواطن وبين حتى اعضاء البرلمان، او بين المواطن وبين ذهابه الى الانتخابات، شلون اليوم نعيد هذه الثقة للمواطن؟ وشلون الوعي نزيده عند المواطن؟ احنا نشوف ترى خصوصا المناطق السنية لا زال اكو عزوف كبير على الانتخابات، هذا واقع. شوف أخي مقداد، القضية ليست قضية ثقة بالسياسي نفسه، القضية ثقة بالعملية الانتخابية. إذا ما كانت هنالك لدى المواطن ثقة بنزاهة العملية الانتخابية فهذا هو يعني بيت القصيد، إنه الناس تطلع
اليوم إذا ما عندهم ثقة بالسياسيين ابعدوا هؤلاء السياسيين جميعا الذين لا تثقون بهم والذين لديهم عليكم مؤشرات سلبية عليهم، ابعدوهم بالانتخابات. اليوم أنتم غير قادرين على إبعادهم من خلال طرق أخرى. مثلا أنا دائما أضرب مثل أن طرق التغيير في العراق كانت تحصل بإحدى الطرق الثلاث. الطريقة الأولى هو طريقة الانقلابات العسكرية، وهذا ما كان يحدث بالخمسينات والستينات، والأجيال التي سبقتنا تعرف هذه الحقيقة، أبائنا يعرفون هذا الأمر. هذا الأمر اليوم غير متاح، لا يمكن أن يكون هنالك انقلاب عسكري وعملية تغيير تحصل في العراق من خلال استخدام السلاح بالانقلابات، هذا مستبعد هذا الأمر. إذن يبقى الخيار الثاني وهو الخيار الذي حصل بالألفين وثلاثة، وهي عملية احتلال للعراق، فتنقلب الأمور رأسا على عقب وتتغير الأمور كما تغيرت بالألفين وثلاثة. وهذا الخيار أخي مقداد أيضا مستبعد، لا يمكن أن يكون، وإذا كان فهو الخاسر هو الشعب العراقي أيضا، لأن الاحتلال لا يجلب إلا المصائب والويلات كما حصل بالألفين وثلاثة. يبقى أمامنا الخيار الثالث وهو الخيار الذي نعول عليه فيما إذا سلكنا طريقة صحيحة بأدائنا بالعملية الانتخابية، وهو خيار الانتخابات وصندوق الاقتراع. هو الخيار الوحيد المتاح لدينا بتغيير من لا نريده ولا نثق به، أو الذي أساء أو فسد أو زور أو قتل أو كان طائفيا أو كان مرتبطا بأجندات خارجية. كل هؤلاء لا نستطيع إبعادهم إلا من خلال صندوق الاقتراع إذا أحسننا الأداء بهذا الصندوق. وأقول اليوم كيف نحسن الأداء؟ اليوم هذه المرة قانون الانتخابات يختلف كما وضحت قبل قليل. المفوضية اليوم تم استبدالها كلها من مجلس المفوضين إلى أصغر مفصل من مفاصل المفوضية، وتعلم أخي مقداد بأن المفوضية تم استبدالها إلى مستوى مسؤول شعبة بالمفوضية، وجيء بناس جدد لم يكونوا شاغلين لمناصب سابقا. طبعا بالمناسبة أنا ما أقول 100% أكو جرنتي أنه هؤلاء هم الزينين، لكن بالتأكيد هم أفضل من السابقين. مجلس المفوضين هذه المرة من القضاة، وهذه أيضا أنا أعتبرها إيجابية، لأن القاضي شلون ما كان هو أفضل من غيره، القاضي خاصة قضاة الصنف الأول يخاف على تاريخه الوظيفي، يخاف على سمعته، يخاف على وضعه الاجتماعي، فما تجده يعني ينساق بسهولة إلى عمليات التزوير أو عمليات الانحياز إلى هذا الحزب أو ذاك الحزب. لذلك أنا أرى، وكذلك الجمهور يمكن نفس الشيء لديه نفس الرؤية، أن القضاة هم أفضل من غيرهم، لذلك صار أنه مجلس المفوضين من قضاة الصنف الأول، وهذه إيجابية أعتبرها. فإذا ذهبنا بانتخابات نظيفة، مضاف إلى ذلك إذا كانت هنالك رقابة دولية مشددة، وطبعا بالمناسبة نحن كقوى سياسية موجودين بالساحة طالبنا أن تكون هنالك رقابة دولية مشددة. نحن قلنا ليس إشراف، لا نريد الإشراف فقط، ذهبنا إلى أبعد من ذلك، نريد مراقبة وإشراف ومشاركة بالإدارة لإدارة العملية الانتخابية. نريد من الأمم المتحدة أن تكون شريكا في إدارة العملية الانتخابية. طبعا بعض القوى السياسية التي لا تريد ذلك وتريد أن تشتغل على راحتها قاموا يقولون وهذا تدخل بالسيادة العراقية وتدخل بالشأن العراقي. إخوان، هذا ليس تدخلا لا بالشأن العراقي ولا بالسيادة العراقية. تحفظ السيادة العراقية عندما تكون هنالك انتخابات نزيهة، انتخابات نظيفة، ويكون تمثيل حقيقي للشعب العراقي في المرحلة القادمة. هو هذا سيادة العراق الحقيقية. أما أن يترك الوضع للفاسدين والمزورين وأصحاب المال السياسي الفاسد وأصحاب الميليشيات والسلاح المنفلت، فهذه هي المشكلة التي تسيء لسيادة العراق. طيب، فلذلك عندما تكون هنالك رقابة مشددة دولية، أنا أعتقد أنه سيكون الانتخابات أفضل من السابق. جميل دكتور، عندي نقطتين مهمة. شنو الضامن أن المفوضيات التي تم استبدالها هي مفوضيات نزيهة اللي تم استبدالها الآن؟ لنفرض على سبيل المثال للحصر، ما المفوضية التي هي دائرتك الكرخ؟ ماكو أخي، خلينا نقول الكرخ. أنا أعرف أن الكرخ تابع للسياسي معين، أعرف أنا وأنت تعلم بذلك أيضا، صح ولا لا؟ أخي العزيز مقداد، أنا ما أقول لك هنالك ضمانة 100% أنه ماكو تبعية، لكن من تجي تقيس لي ما موجود اليوم بالسابق أقول لك أفضل بكثير.
وحتى الشخوص الموجودين اليوم أنا همتي أنا متابع للسيفيات مالهم ولتاريخهم ولكذا، هم أفضل بكثير من اللي كانوا موجودين بالسابق، ولذلك نعول على أن يكون هنالك شيء من التغيير الإيجابي للمرحلة القادمة. أنا أرجع أقول قرنتي 100% ماكو، لكن الوضع بالتأكيد هو أفضل من السابق وهذا الذي نعول عليه. نعم. طيب ذكرت لي موضوع الرقابة الدولية المشددة في كل انتخابات، ماكو رقابة دولية، هذا واحد. التعويل على دور الأمم المتحدة في هذه الانتخابات أو على دور الرقابة الدولية ممكن أن فعلا يخرج لنا أو ينتج لنا انتخابات نزيهة؟ يعني حقيقة ترى الصوت مو كلش واضح، بس نعم. ما افتهمت من السؤال انه الرقابة الدولية، انا اعتقد هذه المرة الرقابة ستختلف تماما عن الرقابات الماضية. الرقابة اللي كانت بال 2018 كانت شكلية فقط ولم تكن رقابة حقيقية، ولم يكن هناك تدخل من الطرف الاممي في ادارة العملية الانتخابية، ونحن كقوى سياسية تصنع بالطرف الاممي ووصلنا لهم حقائق يعني عن عملية التزوير التي حصلت وموثقة بوثائق، ولكن مع الأسف يعني لم نجد موقفا يعني حادا وموقفا قويا وصلبا من الأمم المتحدة في الوقوف ضد عملية التزوير في الانتخابات التي مضت. أخي مقداد تعلم أن الانتخابات المضت وأقصد انتخابات 2018 كانت أكبر عملية تزوير حصلت في العملية السياسية بعد 2013، وتعلم بأنه نسبة المشاركة كانت لا تتجاوز 19%، روح أكثر شيء 20%، معناه 80% من الشعب العراقي كان عازفا عن الانتخابات، وهذه 19 إلى 20% كان مو أقل من 10 إلى 15% هو جاء عن طريق التزوير. فأنت تقدر يعني تقيس كم كانت نسبة التزوير في العملية الانتخابية الماضية، ولكن مع هذا لأكنه إرادة سياسية مضافا إلها إرادة دولية، أنا أكون واضح وصريح، لتمشية الأمور على ما هي عليه من مساوئ، مشت الانتخابات الماضية واعترف بنتائجها وتشكلت حكومة، ولكن شنو اللي قبض العراقيين؟ الوضع يسير من سيء إلى أسوأ، وأنتم رأيتم ما حصل، اهتزت العملية السياسية، اهتزت مشروعية العمل السياسي لدى الشعب العراقي، انتفض العراقيون وانتفاضة تشرين وانتفاضة التحرير والحبوبي والحرية وكل محافظات الوسط والجنوب نتيجة ما حصل بال 2018 وما نتج عنه من وضع سياسي متردي جدا. هذا الأمر لا نريده أن يتكرر، وأقول بأنه إذا نسبة 80% التي كانت مقاطعة من الشعب العراقي هذه المرة وعت لخطورة المرحلة واستثمرت التغيير في قانون الانتخابات في المفوضية في بعض العوامل الإيجابية للعملية الانتخابية وتحركت وشاركت بالانتخابات، هذه المرة 80% اللي هي كانت مقاطعة ستغير كفة الميزان، وستجد بأن الخارطة السياسية ستتغير كثيرا للمرحلة القادمة، ستجد كثير من القوى السياسية أما تكون ضعيفة أو تكون ما موجودة نهائيا للمرحلة القادمة. نعم. إذا الانتخابات كانت صحيحة وإذا 80% هم اللي تحركوا وشاركوا. تمام. بعد إقرار التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، تعتقد أنه أصبح أمر واقع أن الانتخابات في 10/10 خلاص؟ لو ممكن أن تؤجل كما يقول البعض إلى السنة القادمة في موعدها؟ نعم دكتور، بس شباب الصوت عندي شباب. نعم دكتور لو سمحت، بس دكتور عندي مشكلة بالصوت دكتور. نعم شباب عندنا مشكلة بالصوت، خلي أنتقل أفاصل قصير ثم أعود أحبتي الكرام مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم، ورحب مجددا بالدكتور أحمد المساري الأمين العام لحزب الحق الوطني. دكتور أحمد مرحبا بك وحياك الله. أعود لسؤالي على موضوع أنه أقر قانون المحكمة الاتحادية وصوت عليه في البرلمان، باقي خلاف على كم نقطة ممكن أو كم فقرة، إذن الآن أصبح أمر حتمي أنه الانتخابات في 10 كانون أو
عفوا في 10 اكتوبر او ممكن ان الاصرار على تشريع فضل. اخي مقداد اذا تسمعني تفضل دكتور. ايه الاصرار على تشريع قانون المحكمة الاتحادية الان وهذا الضغط السياسي بتمرير هذا القانون، انا اعتقد هو لكي تكون الانتخابات بعشرة عشرة، وهنالك إرادة، هنالك إرادة لأن تكون الانتخابات بهذا التاريخ، ولكن لا أخفي أن هنالك بعض القوى السياسية، شوف بعض القوى السياسية تريد أن تستبعد الانتخابات إلى نهاية هذه الدورة، لأن هنالك بعض القوى تمتلك عدد كبير من النواب، وهذه هذا العدد لا يمكن أن تحصل عليه في الانتخابات القادمة، فتريد أن تبقي الدورة إلى نهايتها، لكن أنا أعتقد هذا صعب لأنه الطرف الأممي ضاغط. الشعب العراقي أيضا ضاغط، هنالك بعض القوى السياسية أيضا ضاغطة، وخاصة القوى القريبة من انتفاضة تشرين ضاغطة لأن تكون هنالك انتخابات مبكرة كما وعد الشعب العراقي وكما وعدت ساحات التظاهر والانتفاضة. لذلك أنا أعتقد من الصعب أن يكون هنالك تأجيل آخر في موعد الانتخابات، ولكن لا أنفي وجود نوايا عند بعض القوى السياسية لكي يكون هنالك تعطيل آخر. نعم، طيب إذا ذكرت لي القوى القريبة من انتفاضة تشرين، من هي القوى القريبة من انتفاضة تشرين؟ طبعا القوى الوطنية ذات التوجه المدني التي لا تحمل الفكر الطائفي ولا تحمل الفساد. اليوم انتفاضة تشرين هي اليمن طالعة، اليمن منتفضة، مو منتفضة على الفاسدين وعلى ما يسمون هم، طبعا المنتفضين يسموهم ذيول، وأقصد اللي يمشون بأجندات خارجية، اللي مرتبطين بأجندات خارجية، هؤلاء هم اللي ضد انتفاضة تشرين. اللي قريبين من انتفاضة تشرين هي القوى السياسية الوطنية التي ليس لها ارتباطات خارجية وغير متورطة بملفات فساد. نعم، طيب جميل، أنت الآن مع رأي أنه الانتخابات تجري في 10-10، تمام؟ نعم، أنا مع أن تبقى هذا التاريخ ويجري استجابة للشارع المنتفض، لأنه وعد هذا الشارع بأن يكون هناك انتخابات مبكرة. طيب، المال السياسي والسلاح السياسي شلون راح نخلص منه؟ طبعا هذا دور الحكومة، يجب أن يكون هنالك دور للحكومة، وهي وعدت الناس ووعدت المنتفضين ووعدت بأن يكون هنالك سيطرة للسلاح المنفلت وأن لا يكون له دور في إدارة العملية الانتخابية أو توجيه العملية الانتخابية باتجاه معين، وأيضا المال السياسي الفاسد يجب أن لا يكون له دور، ولكني أنا أعول كثيرا على وعي الشعب العراقي وليس على دور الحكومة، لأنه بالأخير الحكومة لا تستطيع أن تقوم بمعالجة هذا الأمر كله، ولكن أنا أعتقد أن وعي الشارع العراقي وخاصة وعي الشباب وما نلاحظه في انتفاضة تشرين وفي ساحة التحرير وساحة الحبوبي وكل ساحات المحافظات الوسط والجنوب، وترى محافظات الغربية ليس بأقل من ساحات المحافظات الوسط والجنوب من الوعي ومن الإدراك لخطورة المرحلة ومن الوضع المأساوي اللي يعيشه العراق. لذلك أنا يعني أبني على وعي هؤلاء الشباب في أن يكون هنالك انتخابات أخرى غير الانتخابات التي مضت. الناس بعد ما عاد تتقشمر بأمور بسيطة وتافهة، وما راح يقبلون بالمال السياسي اللي راح ينزل قبيل الانتخابات ويحاولون شراء ذمم وأصوات الناس. الناس ستعطي أصواتها للنزيه للقوي. أنا أعتقد وهذه رسالة إلى الشعب العراقي من خلال قناة سامراء، ودي أن أوجهها بأنكم يا عراقيين محتاجون لشخص يمثلكم بالمرحلة القادمة يكون قويا أمينا، قويا لأن حقوقكم مستلبة من قبل الفاسدين ومن قبل أصحاب الأجندات الخارجية ومن أصحاب السلاح المنفلت، فلا بد لشخص قوي يمثلكم ويعيد حقوقكم، والقوي لا يمكن أن يكون قويا إلا من خلال أن يكون نزيها وأمينا. وهذا الذي دائما أقول، وأستذكر الآية الكريمة التي جرت بين سيدنا موسى وبنات شعيب، قالت ابنة شعيب لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أقول للشعب العراقي يا شعب العراق،
إنكم ستستأجرون ممثلين عنكم في الانتخابات القادمة، فاختاروا القوي الأمين كي يمثلكم ولكي يستطيع أن يدافع عنكم ويستطيع أن يستحصل على حقوقكم، ويجب أن لا يكون ملوثا بملفات الفساد، لأن الذي لديه ملفات فساد سيكون ضعيفا ولا يستطيع أن يرفع صوته بالدفاع عنكم ولا المطالبة بحقوقكم. نعم. فأنا أعتقد هذه فرصة لأن يبعد الفاسدون ويبعد الخائفون والمتورطون، وأن نأتي بأناس قادرين على أن يدافعون عنا. جميل جميل دكتور، وفعلا الشخص اللي عليه ملفات فساد ما راح يقدر يدافع عن أهله وناسه، لأنه أكو ملفات ممكن يطققوها الجماعة عليه، وهذا الشيء معروف. خلينا أنتقل لك إلى قبل أن أنتقل للملف، أريد أختم هذا ملف الانتخابات لأن مهم. أشوف أي واحدة لزمة من السياسيين السنة منازل على أبو غريب وغزالية والعدل وكذا، كأنه مرشحون كثر، ليش؟ مهما كان عدد المرشحين الذين سينزلون في هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى على سبيل المثال، فالناس هي من ستختار. وأرجع أقول بأن الكرة في ملعب الشعب العراقي في أي دائرة من الدوائر الانتخابية، سواء كان في دائرتي التي أنا أتكلم عنها أو في الدوائر الأخرى، الناس ستختار القوي الأمين الذي سيكون أمينا على حقوقهم ومدافعا عنهم ومطالب. اليوم مناطقنا، شوف أخي مقداد أقول لك شيء، نعم، مطالب يعني مناطقنا لا تهتم كثيرا بموضوع الخدمات، مع أنها تعاني من قلة الخدمات، تعاني من البطالة للشباب، تعاني من كل هذه الأمور التي تعاني منها المناطق الأخرى في الوسط والجنوب. لكن ترى أولوياتنا وهمنا الأكبر، هم لدينا ملفات أهم، ملفات استراتيجية، هي النازحين والمعتقلين والمغيبين والمخطوفين، والحفاظ على الهوية والحفاظ على مناطقنا ومحافظاتنا، لأنه تعرف أن هنالك تحدي، وخاصة في المراحل الماضية كان هنالك تحدي على بغداد وعلى حزام بغداد من بعض الأجندات الطائفية في أن يكون هنالك تغيير لهذه المناطق. هذا هو الأولويات في مناطقنا، الشخص الذي يستطيع أن يحافظ على أهله ويدفع الظلم عنهم ويدفع الحيف عنهم، أنا أعتقد هو اللي محتاج مناطقنا اليوم. ولكن أيضا مطلوب الخدمات وأيضا مطلوب، لكن أقول لك شيء، إذا استطعنا أن ندفع الظلم وندفع الحيف في هذه الملفات، صدقني الاستقرار سيكون والخدمات راح تجي والشباب راح يشتغلون وكل هذه الأمور راح تجي. لكن هنالك لدينا أولويات، وهذه الأولويات أنا أعتقد أنه على أساسها مناطقنا راح تنتخب. نعم جميل، خلي أنتقل لك، ما دام نحن بدينا بالحديث عن مناطق حزام بغداد، أبو غريب، الطارمية، جميع حزام بغداد يمر فعلاً بأزمة أمنية ولا زال، خصوصا مناطق شمال بغداد. تمام، ترى أكو مشكلة مقداد أخي، ترى أكو مشكلة بالصوت، أكو نعم. مشكلة بالصوت، نعم شباب عالجوا لي الصوت دكتور. هناك مشكلة أمنية في مناطق حزام بغداد، لماذا لم تحل لحد هذه اللحظة؟ حقيقة منطقة حزام بغداد منطقة مهمة، وهنالك أجندات الإرهاب يتدخل في هذه المنطقة، الأجندات الطائفية تتدخل في هذه المنطقة، الأجندات السياسية تتدخل في هذه المنطقة، منطقة حساسة ومنطقة مهمة منطقة حزام بغداد، لذلك العمل فيها ليس بالهين والتحديات فيها كبيرة. لذلك الشخص الذي يجب أن يكون ممثلا لهذه المناطق يجب أن يكون لديه وعي لهذه التحديات وهذه المخاطر، ويجب أن يكون عارفا لمواجهة كل هذه التحديات التي ذكرتها. حزام بغداد منطقة مهمة ومنطقة حساسة وفيها تحديات كبيرة، لذلك التمثيل فيها يجب أن يكون بنوعية وليس من ناحية أي كان يأتي ممثلا لهذه المناطق. نعم طيب، أبدا الموضوع الطارمية تتعرض دائما لهجمات إعلامية، وحتى الموقف بصراحة موقف السياسيين السنة في العملية السياسية من ما تعرضت له الطارمية في الآونة الأخيرة كان موقف خجول بصراحة، خلينا نحكيها، ليش؟ أنا هم أقول لك خلينا نحكيها صراحة،
الطارمية لحد الآن فيها عمليات إرهابية. طيب. وفيها خلايا، حتى نكون منصفين أخي، ليس يعني كل الأمر، ولا زالت هذه الخلايا تعمل. أنا طبعا عندي امتداد بالطارمية وعندي أصدقاء وعشيرة وأقارب، وأعرف الأخبار هنالك في هذه المنطقة لا زالت هنالك خلايا من الإرهاب. لكن أقول بأنه إذا أردتم أن تعالجوا هذه الخلايا وتعالجوا أي خرق أمني في منطقة الطارمية، أنا أقول أنه أهل مكة أدرى بشعابها. من زمان نصحناكم أن شكلوا قوة أمنية عسكرية من أهالي الطارمية، من شباب الطارمية، واسندوا لهم مسك مناطقهم، لكن مع الأسف لم يسمعوا لنا. احنا في فترة من الفترات حصلنا موافقة رئيس الوزراء، وحصلنا موافقة وزير الداخلية عندما كان العبادي رئيس الوزراء، على تشكيل فوج من أهالي الطارمية، اللي حصل عقب أيضا عملية حدثت أمنية حدثت في الطارمية، ولكن مع الأسف بسبب أجندات سياسية لا تخلو من نفس طائفي تم إجهاض هذا الأمر، ولحد هذا اليوم لم يشكل أي فوج لا بالطارمية ولا غير الطارمية. أنا أقول يا أخوان، نحن نريد أن نكون شركاء في استتباب الأمن وفي الدفاع عن مناطقنا، فافسحوا هذا المجال لشباب وأبناء هذه المناطق سواء الطارمية أو غيرها. لكن اليوم الطارمية هي الأكثر معرضة لهذا الأمر. أنا أعتقد العلاج أن يشكل فوج أو فوجين أو حتى لواء من شباب الطارمية يمسكون الـ 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 الأمن فيها، وصدقني سوف لن تجد أي خرق، لأن ولد المنطقة يعرفون منه اللي جاي غريب، منه اللي مدسوس، منه اللي هنالك يعني خلية نائمة، ولد الطارمية يعرفوها. فعندما تسند المسؤولية لهم سيعالجون هذا الأمر بدقة وبطريقة صحيحة. أما أن يبقى الأمر مسنود إلى طبعا الجهات الأمنية، طبعا مشكورة وهي غير مقصرة، لكن ترى إذا وهم طبعا مو من أهل الديرة وصعب عليهم هذا الأمر، لذلك نقول وناصحين لهم ونريد مصلحة مناطقنا ومصلحة عراقنا أن شاركوا أهل المنطقة بإدارة الملف الأمني، ستنجحون أنتم وهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة. نعم جميل. يعني أنا أتعجب عن عدم تدخل الرئاسات الثلاث، الوزراء السنة في هذا الملف، ليش؟ شنو السبب؟ يعني أنا ترى ما استمعت يعني سؤالك جيد، لأنه ترى الصوت رديء جدا. نعم. في مقداد. نعم. ممكن إعادة السؤال؟ نعم. أنا أستغرب تدخل أحد أو الرئاسات الثلاث أو الوزراء السنة في هذا الملف، ملف الطارمية، وجعل أبناء المنطقة يمسكون أمن مناطقهم. المفروض أن يكون هنالك تدخل بقوة. وأنا ضربت لك مثل بالفترة الماضية عندما كنت نائبا في البرلمان، ضغطنا بقوة على رئيس الوزراء وعلى وزير الداخلية وخدنا موافقات، ولكن مع الأسف بسبب أجندات سياسية، وأرجع أقول لا تخلو من نفس طائفي، مع الأسف أجهضت هذا الموضوع. هذه المرة أنا أيضا سمعت دعوات من الإخوة ممثلين لهذه المناطق من الرئاسات أو من النواب، ولكن لا يسمع لهم ولا يستجاب لهم لنفس السبب السابق، أسباب سياسية مع الأسف لا تريد لهذه المنطقة أن يكون ممسوكة من قبل أبنائها. نعم. طيب دكتور، خلي أنتقل لك لي ثلاث ملفات مهمة: المعتقلين، المغيبين، النازحين. هاي الملفات الثلاث، احنا مقبلين على انتخابات. الناس يقول لك اليوم اذا ما تلقى لي ابني او اذا ما ترجعني البيت يعني ما انتخب. شلون نحل هاي الملفات؟ تفضل. يعني هيك جواب بسيط على سؤالك وبعدين انتقل على الكلام بالشسمه. تفضل. اقول له اذا تريد تطلع ابنك او تلقى ابنك المغيب او تريد ترجع الى دارك، اطلع انتخب القوي الامين ويلا ترى يلا ترجع. اما ان تبقى ما تنتخب، وعدم انتخابك وعدم مشاركتك بالانتخابات راح تفسح المجال امام المزورين والفاسدين والطائفيين واللي مرتبطين باجندات خارجيه يرجعون مره اخرى اقوياء، والذين هم سبب اعتقال ابنك وتغييب ابنك وبقائك مهجر. هذا جواب لسؤالك. اما اجي افصل في هذه الملفات اخوان،
في موضوع المعتقلين، أنتم تعلمون بأن هذا الملف حقيقة يأكل ويشرب بيانا منذ الزمان، من 2010 من إجيت للبرلمان إلى اليوم هذا الملف له أولوية بالنسبة لنا، واشتغلنا على أن ننصف الأبرياء. شوف أخي مقداد، أنا أؤكد وخلي فد 10 خطوط جوا هاي الكلمة، أنا أتكلم عن الأبرياء المعتقلين في السجون، وقد يكونوا محكومين واكثرهم محكومين اعدام ومؤبد لكنهم ابرياء. كيف حصل ذلك؟ انا اقول لك كيف حصل. اخي العزيز، في الفترات الماضيه، والحمد لله في هذا الوقت هذا لا يحدث، ولكن في الفترات الماضيه كانت الاعتقالات العشوائيه، المخبر السري، الدعاوي الكيديه، التعذيب بالسجون، كان الإرهاب الحقيقي الذي يفجر أو يقتل صدقني يتم إطلاق سراحة عن طريق الفساد بدفع أموال إلى ضباط فاسدين في المؤسسة الأمنية ويطلع، وتوضع القضية برأس الفقير اللي ما عنده أحد اللي جابوه قشوه من منطقته من خلال الاعتقالات العشوائية، والكثير منهم يعني وقعوا وبصموا على اعترافات هم ما مدانين بها ما مسوينها، لكن نتيجة التعذيب ونتيجة انتزاع الاعتراف بالقوة وبالإكراه حتى يغطوا على الارهابيين اللي اخذوا فلوس من عندهم وطلعوهم، هذه حقيقة ترى اتكلم عنها وملموسة وموجودة والقيادات الامنية ترى تحكي بها. انا التقيت بوزراء وبمتنفذين بالملف الامني اعترفوا بهذه الحقيقة، هذا الحكي طبعا بالدورات السابقة، هذا الان ما موجود. المشكلة انه التحقيق كان يحصل في المعسكرات وليس من قبل قضاة التحقيق ومن قبل ضباط فاسدين، واكثر من 80%، انا اقول هذا الكلام وهذه النسبة وانا مقتنع بها، اكثر من 80% هم ابرياء انتزعت الاعترافات منهم بالاكراه. اللي نريده احنا ما نقول لكم افتحوا الابواب وطلعوا كل المسجونين حتى تقولوا ها انتم تدافعون عن الارهاب، انتم جاتوا تطلعون ارهابيين، اقول لكم اوكي انا معاك، انا ما اريد يعني اذهب الى هذا الخيار. نقول لكم يا ابا التحقيق والمحاكمة جرت في ظروف غير صحيحة، عيدونا التحقيق والمحاكمة بظروف صحيحة من قبل جهات متخصصة بالتحقيق واقصد قضاة التحقيق، ستجدون انه نسبة ليست بالقليلة، وعندما اقول 80% انا اعني 80% من هؤلاء هم ابرياء، لكن مع الاسف هذا الامر لم نجد له سماع من شركائنا في هذا الامر. نحن ندافع عن الابرياء في ملف الاعتقال بالكاد بالكاد، يلا استطعنا ان نشرع قانون. انت بتقول لي سويتوا ربعكم، اقول له سوينا الشيء الكثير اللي قدرنا عليه، ترى مو كل الامور نقدر عليها، اللي قدرنا عليه استطعنا ان نشرع قانون العفو العام بال 2016، ما قدرنا ننصف كل ربعنا لكن فتحنا ثغرة في جدار هذه السجون اللي فيها الأبرياء، وهي إعادة المحاكمة. شوف إعادة محاكمة فقط وليس إعادة التحقيق، التحقيق ما قبلوا شركانا أن يمرروها بالتصويت. النص القانون يقول، وأنا لأنه كنت أحد الواضعين لهذه المادة الفقرة بالقانون، لكل من ادعى انتزاع الاعتراف بالإكراه والتعذيب أو بنيت قضيته على اعتراف متهم آخر أو بنيت قضيته على أساس المخبر السري له حق الطلب لإعادة المحاكمة، وللسلطة القضائية سلطة تقديرية بإعادة التحقيق والمحاكمة. وبما أنه أسرد الأمر إلى السلطة القضائية فما جرى لحد الآن أي إعادة تحقيق، احنا كنا نطالب بإعادة التحقيق والمحاكمة لكن تحت مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله، احنا ما قدرنا ننصف كل ربعنا، خلينا ننصف جزء منهم بهذه المرحلة ونشتغل على المراحل الجاية. طيب، من خلال هذه الفقرة صدقني لحد الآن مو أقل من يعني أسعاني في متابعتي من خلال متابعتي للمعتقلين مو أقل من 2000 معتقل طلعوا وهم محكومين من خلال هذه الفقرة. إذا إيش قد باقي اللعب بالسجون؟ هذا ما استطعنا أن نفعله. نريد المرحلة القادمة أن نكون أقوى في البرلمان والخيرين كثر في البرلمان، نستطيع أن ننصف البقية من الأبرياء المظلومين في السجون. هذه بالنسبة لقضية المعتقلين. جميل. أما بالنسبة لقضية المغيبين أخي مقداد، فهذه كارثة أخرى ونعاني منها، وملف له أولويته بالنسبة لنا. هذا الملف نحن لدينا قاعدة بيانات بوجود 12,000 مغيب وموجودين عندنا بالأرقام وبالأسماء وبالمناطق، وأذكر لك الأسماء والمناطق، 1800 في منطقة الرزازة،
763 في منطقة الصقلاوية، 400 في منطقة في جرف الصخر، 500 في منطقة أخرى في جرف الصخر، 400 في منطقة في حزام بغداد، يعني في مناطق متعددة من حزام بغداد، 500 من سامرة، كذا عدد من ديالة. العدد الإجمالي الكلي 12,000 مغيب. هؤلاء لحد هذا اليوم نحن لا نعرف مصيرهم، والدولة العراقية بكل أجهزتها الأمنية الرسمية، أنا أتكلم عن الدولة الظاهرة، تقول أنا لا علم لي بمكانهم ولا بمصيرهم، وأنا مقتنع بهذا الكلام. صحيح ما يعرفون لأنهم ليسوا عند الدولة الظاهرة، هؤلاء عند الدولة العميقة، وأنت تعرف من هي الدولة العميقة. مع الأسف هذا الملف لحد الآن لم نجد له نتيجة، لذلك نحن نضطر من باب الاضطرار أن نتجه إلى المجتمع الدولي في مساعدتنا في أن نجد مصير أبنائنا وإخواننا، لأننا نسأل من عوائلهم. أنا يعني حقيقة أسبوعيا عشرات إذا مو مئات من العوائل أجد يقابلوني في مكتبي يقول يا دكتور وين نروحنا، مضطرين نلجأ إليكم، شوفونا حل. أبنائنا صار سنين من 2014 إلى اليوم ما جا نعرف مصيرهم، إذا ميتين اعطونا جثثهم، وإذا أحياء أخي قدموهم للقضاء وخلي القضاء يبت بأمرهم. وهذا الكلام أيضا قلناه كرسائل نعبرها إلى كل الجهات المتنفذة في الدولة العراقية والممسكة بالملف الأمني، لكن لحد هذا اليوم لم نسمع جوابا شافيا لهذه العوائل. وهذا الموضوع أيضا نحن لم نتنازل عنه، ولا زلنا في كل محفل، محفل إعلامي، محفل سياسي، في مجال تفاوض، في مجال لقاءات فردية، في مجال محفل دولي، نطرق هذا الملف بقوة، لأننا نعتقد بأن هذه مسؤولية أخلاقية وشرعية ووطنية علينا، لأن هؤلاء عراقيين مغيبون، أهلهم يريدون أن يعرفون مصيرهم. هذا بالنسبة لملف المغيبين. أما بالنسبة لملف النازحين أخي مقداد، وهذا أيضا ملف خطير جدا، سأتكلم عن بغداد وأنا ابن بغداد، وخاصة مناطق أبو غريب والطارمية والتاجي وكذا. بفضل الله ومن خلال ضغط مارسناه على القوات المتنفذة، الجهات المتنفذة، وأقولها متشكرا من الجيش الموجود في تلك المنطقة، ساعدنا كثيرا في إعادة كل عشائرنا ومناطقنا في حزام بغداد، من الطارمية إلى مناطق أطراف اللطيفية، بزايز اللطيفية نسميها، كلها تمت إعادتها إلى مناطقها والحمد لله. لكن بقت مناطق أخرى متمثلة مثلا على رأسها جرف الصخر، جرف الصخر لا زالت هنالك آلاف العوائل، وأنا الرقم اللي عندي 65,000 عائلة من أهل جرف الصخر لا زالوا لحد هذا اليوم ولا عائلة واحدة رجعت إلى هذه المنطقة. وأنا أعلم بأن القرار إعادتهم هو ليس قرارا عراقيا، لأن موضوع جرف الصخر هو موضوع قراره وأمره خارج العراق. لذلك أقول بأنه جرف الصخر لازلنا مطالبين به، ولن نتنازل عنه، ولن نتهاون في المطالبة به ما دمنا موجودين في هذا المكان، ولا وما دمنا موجودين في سدة المسؤولية، سواء كنا في مجلس النواب أو كنا على رأس حزب سياسي، هذا واجبنا، سنبقى نطالب. والمثل الدارج عندنا يقول ما ضاع حق وراءه مطالب، والمثل البدوي اللي أهلنا في العرب يقولون ما يروح ذلول عندها لفرس، وأهلنا يفتهمون هذا المثل. لذلك أقول بأن المناطق التي لم تعد لحد الآن، سواء كان في جنوب صلاح الدين أو في جرف الصخر أو في بعض مناطق نينوى، هذه المناطق لابد أن تعود ما داموا أهلها مطالبين بها، وما دامت هنالك أشراف وطنيين خوش زلم يطالبون بها. جميل. وهذا هو موضوع النازحين. جميل. لن نتهاون في المطالبة بإعادتهم إن شاء الله. توضيح جميل، وأنا متابع ممكن للعديد من تصريحاتكم حول هذه المواضيع دكتور. عندي سؤالين، وقت انتهى، عندي سؤالين أدختم بهن. السؤال الأول، أكون شقاقات مؤخرا داخل أو صراعات داخل المكون السني، إلى ما تعزو سبب هذه الصراعات والخلافات؟ وش قد تتوقع المكون السني بالانتخابات القادمة كم مقعد راح يحصل على التقسيم الجديد للدوائر؟ تفضل.
أنا لا أنظر إلى هذه الانشقاقات على إنها انشقاقات، هذا حراك سياسي قبيل الانتخابات، وهذا نتيجة حتمية لأي عملية انتخابية قادمة. تجد بأن القوى السياسية تتمحور، هذه المجموعة تذهب بهذا الاتجاه ومجموعة أخرى تذهب باتجاه آخر وهكذا. أنا أعتبره حراك سياسي يعني ليس مضرا، وخاصة أنه قانون الانتخابات يسمح، مرة يسمح لك أن تدخل مستقل، مرة يسمح لك أن بعد ما عاد القائمة لها أهمية ولا أصوات رئيس القائمة لها أهمية، قانون الانتخابات يسمح بهذا الحراك السياسي. لذلك ما يجري اليوم هو حراك سياسي طبيعي، وهو يجري في كل المكونات، ليس في المكون السني وحده، وهذا الحراك موجود بالمكون الشيعي والمكون الكردي وفي كل المكونات، وأنا لا أرى فيه أي مضرة. نعم جميل. سؤال الأخير، زيارة البابا الأخيرة كان هناك غياب واضح للمكون السني والمرجعية السنية من لقاء البابا، إلى ما تعزو ذلك أيضا؟ شوف أنا يعني حقيقة هذا الموضوع ما فوتته، سويت تغريدة حتى أعبر عن وجهة نظري. دكتور أنت ما فوتت فيها بزيارة البابا، وقلت هي زيارة طيبة جيدة. دكتور انت ما تفوت هيك مواضيع، انا خليني اوضح لك هذا الامر. تفضل. بالضبط. ولكن كان لدينا عتب على البابا في عدم زيارته للمؤسسة الدينية للمكون السني. بعض الاخوان قالوا ما انتم ما عندكم شخص يمثل المرجعية، قلت نعم، نحن كمكون سني وكالعقيدة السنية مرجعيتنا الكتاب والسنة، لكن لدينا مؤسسة دينية معتبرة ومهمة ولها ثقلها في العراق وفي المنطقة، في المنطقة الإقليمية. هذه المؤسسة تمثل منهج الإمام أبي حنيفة النعمان، وهي موجودة في جامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. المفروض أن لا يكون تجاهل لهذه المؤسسة الدينية الكبيرة، وبما أن البابا شخصية دينية، هو ليس شخصية سياسية، شخصية دينية، والتقى بمؤسسات دينية، المرجعية السيد علي السيستاني يمثل المرجعية الدينية لأهلنا الشيعة، المفروض أن يكون هنالك لقاء للمؤسسة الدينية السنية المتمثلة بأكبر مؤسسة وأهم مؤسسة هي المجمع الفقهي العراقي، ولكن العتب كان على سفارة الفاتيكان في العراق، لأن هي من يعني رسمت خارطة الزيارات ورسمت برنامج الزيارة للبابا. لذلك كان اعتبنا على هذه السفارة أن لا تهمل هذه المؤسسة الدينية الكبيرة والمهمة، حتى يشعر العراقيون بأنهم كلهم مشمولون برسالة البابا. البابا جاء برسالة سلام وبرسالة حوار مع الأديان وتقارب مع الأديان، لكن مع الأسف هذه كانت طسة في هذه الزيارة، نأمل أن يتم علاجها في المرات القادمة، ونأمل أنه لا تفوت هذه بطريقة هيك بدون أن يوضع التأشير عليها. هذا هو السبب وهذا هو موقفنا. طيب دكتور انت القيت باللوم الان على سفير العراق في الفاتيكان، لكن اكو ايضا اللوم على القيادات السنيه في العمليه السياسيه، ما تقدر تفرض بالجدول انه لقاء بمرجعيه سنيه؟ انا اعتقد انه اغلب المرجعيات السنيه قد اعترضت على هذا، وانا اعرف يمكن 6-7 مواقف صدرت بتغريدات من قيادات سنية بهذا الموضوع، ولكن بالأخير وخو ما نجبر البابا إلا أن تجي تزور، نحن نطلق عتبنا ونرفع صوتنا بالاعتراض، وخلاص الأمر متروك لمن رتب برنامج زيارة البابا. نعم، شكرا الأمين العام لحزب الحق الوطني الدكتور أحمد المساري، شكرا جزيلا، كنت ضيف من بغداد، وشكرا للتوضيحات، استمتعت باللقاء معك، شكرا دكتور. شكرا جزيلا لكم وأهلا ومرحبا بكم. حياك الله. شكرا. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. في الختام باسمكم أشكر الدكتور أحمد المساري الأمين العام لحزب الحق الوطني، وأنتم نراكم إن شاء الله في الأيام القادمة. هو مقتدى الحميداني، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.